وصلنا الآن إلى فقرة ضيف، ودائما في سياق احتفالات المسيرة الخضراء ومسيرة النماء التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث وضع الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وضع النقاط على الحروف بخصوص قضية الصحراء والحل الذي يراه المغرب منطقيا لهذا النزاع المفتعل. كما تطرق العاهل المغربي للتنمية والتطورات الإيجابية التي تشهدها الصحراء المغربية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة من فاس الأستاذة الجليلة خديجة والغازي، أستاذة القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. تحية طيبة لك دكتورة خديجة. صباح الخير أستاذ أنس. صباح الخير. إذن الخطاب الملكي لذكرى المسيرة الخضراء حمل رسائل داخلية وخارجية في غاية الأهمية. عمليا وضع الملك محمد السادس النقاط على الحروف وسطر بالخط العريض على الحل المقبول لقضية الصحراء. ما أبرز مرتكزات حل قضية الصحراء المغربية بحسب الرؤية الملكية دكتورة خديجة؟ إذن بالقطع أستاذ أناس، الخطاب الملكي حدد رؤية استراتيجية، ويمكن أن نقول بأنها حدد حتى خارطة الطريق التي يمكن من خلالها يعني حل تسوية نهائية لهذه القضية المفتعلة. النقطة الأولى أو المرتكز الأول الذي يعني أكد عليه جلالة الملك وهو مغربية الصحراء التي أصبحت حقيقة ثابتة لا جدال فيها ولم تكن أبدا موضوع للنقاش أو للتفاوض، وبالتالي عملية المفاوضات هي ليس حول طبيعة الأرض أو مغربية الأرض، وإنما حول الحلول التي يمكن تبنيها، وهذه الحلول يجب أن تكون أكيد في احترام الطرح المغربي، نتكلم على مقترح الحكم الذاتي أكيد واحترام السيادة المغربية. إذن الحقيقة ثابتة كما أشار جلالة الملك، وبالتالي يعني يغلق الباب أمام أي تفسيرات جانبية أو لا تتبنى الطرح المغربي. المرتكز الثاني وهو كذلك مهم يؤكد عليه جلالة الملك، وهو اختيار المغرب للخيار السلمي والإيمان بنجاعة العمل السياسي الأممي، وبالتالي الملك كذلك مرة أخرى يجدد الثقة في الأمين العام وفي مبعوثه الشخصي إلى جانب استمرار التنسيق والتعاون مع بعثة المينورسو في حدود اختصاصاتها المحددة دوليا. المرتكز الثالث أستاذ أنس وهو الأهم والأقوى، وهو يعتبر تحول كبير في الدبلوماسية المغربية، لأنه تحولنا من منطقة أو مرحلة تحصيل المكتسبات إلى مرحلة فرض الأمر الواقع. كيف ذلك؟ تنتكلموا على افتتاح مجموعة من القنصليات العربية والإفريقية، والأهم دعوة العاهل المغربي للتعاون التجاري والاقتصادي يشمل كل أجزاء التراب المغربي بمن فيها أكيد الأقاليم الجنوبية. وآخر مرتكز سيدي الفاضل هو الدعوة الصريحة التي وجهها جلالة الملك إلى المنتظم الدولي وكذلك إلى الدول التي تبنى مواقف متناقضة أو مزدوجة أو ضبابية من أجل تبني موقف صريح وواضح، وهذا كله من شأنه أكيد أن يدعم الطرح المغربي ويدعم عدالة قضيتنا الوطنية. نعم دكتورة خديجة، فالملك محمد السادس جدد تأكيد أيضا على الحل السلمي لقضية الصحراء وعلى التزام المغرب ودعمه للحل الأممي لهذه القضية. كيف تتوقعين تفاعل الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي مع الالتزام المغربي؟ أكيد الالتزام المغربي كان واضح، وهو دائما ما يتبنى الخيار السلمي، وهنا تنشوفوا المبادئ التي تتبعها الأمم المتحدة بشكل عام هي تتواتر في نفس الاتجاه الذي يتبناه المغرب، بمعنى الحل السلمي باعتباره الحل الأنسب لحل قضية الصحراء المغربية. وإذا لاحظنا حتى لغة الخطابات أو القرارات التي تبناها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة هي تتحدث عن الحل السلمي، عن الحل التفاوضي كآلية لحل قضية الصحراء المغربية، فبالتالي لا خيار ولا حياد عن الحل السلمي لما يحمله من مصلحة الجميع، لأن الحل العقلي والمنطقي تقول بأن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التوتر، وبالتالي يجب العمل على إعادة إحياء أو إطلاق العملية السياسية من جديد لما فيه خير للجميع، خاصة المنطقة المغربية. أستاذ نعم، العاهل المغربي دكتورة خديجة جدد التأكيد على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة غير قابلة للتفاوض بحكم الشرعية والتاريخ. الملك محمد السادس كان حاسما وجازما في خطابه في أن أرض الصحراء كانت وستبقى مغربية إلى الأبد. إذن الرسالة واضحة وغير قابلة لتأويل آخر. أكيد هي رسالة واضحة لمن يهمه الأمر، رسالة كذلك مباشرة. المغرب في صحرائه وصحرائه في مغربه كما
خان المغفور له الحسن الثاني، فبالتالي عدالة القضية الوطنية ومغربة الصحراء المغربية هي تحظى بشرعية قانونية، بشرعية دولية، وكذلك بشرعية وحكم التاريخ. ويكفي أن المجتمع الدولي يعني في السنوات الأخيرة عرف يعني أشاد بعدالة القضية الوطنية. كاين هناك الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وهو اعتراف مهم جدا، إلى جانب كذلك يعني حتى افتتاح كما قلنا عدد مهم من القنصليات ومن والمؤشرات كلها تمشي في اتجاه أن يعني إن شاء الله عدد القنصليات سوف يرتفع ويتزايد. فبالتالي الرسالة واضحة وقوية ومباشرة. نعم. سيدي لمن أكيد يهمه الأمر. الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس تضمن أيضا دكتور خديجة، تضمن رسالة قوية للدول التي لديها مواقف غامضة متناقضة بشأن مسألة الوحدة الترابية للمملكة، بخصوص الجانب التجاري. برأيك دكتورة خديجة، ما هي الشروط التي يعني حددها الملك محمد السادس للاستثمار في هذا الجانب؟ كما أشرنا أستاذ أنس، الخطاب الملكي يتميز بقوة وبإشارات يبعثها إلى مختلف الحلفاء والشركاء المغاربة. ويكفي أنه أشار بنص صريح إلى أن كل الأطراف الدولية هي مدعوة، هناك دعوة صريحة إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، بشرط أن لا يكون هناك مواقف متناقضة أو ضبابية أو حتى الحياد السلبي في هذه المرحلة، هذه هو غير يعني وارد في هذا الحل هذا. وبالتالي المغرب يشترط كشرط أساسي من أجل التعامل التجاري والاقتصادي مع المغرب أن يكون هناك اعتراف صريح وواضح بمغربية الصحراء وبعدالة القضية الوطنية. والنقطة التي يجب أن نؤكد عليها أستاذ أنس هو أن قوة الموقف المغربي يأتي من عدالة قضيته، فبالتالي الشرط كان واضح. إذا دولة ما تبنت مواقف ضبابية أو غير واضحة أو ازدواجية في المعايير وازدواجية في المواقف، هي أكيد غير مرحب بها في الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة أن هذه الأقاليم هي تعرف كما أشرتم في تقريركم إلى نهضة اجتماعية واقتصادية والتنموية. وفي هذا السياق دكتورة خديجة، لدرجة المثالة الجغرافية بوابة تربط بين أوروبا شمالا والعمق الإفريقي جنوبا. نعم. لأن الرسالة كانت واضحة. والخطاب الملكي دائما في هذا السياق دكتورة خديجة، فقد أكد الخطاب الملكي على الدينامية الصريحة والملموسة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، نهضة تنموية كما ذكرتي ومشاريع كبرى. كيف تنظرون إلى مستقبل الصحراء المغربية على ضوء هذه الدينامية التنموية وفي ظل أيضا الاستثمارات الكبرى التي تشهدها؟ أستاذي الفاضل، الأقاليم الجنوبية تعرف نهضة حقيقية، نهضة اجتماعية، نهضة اقتصادية والتنموية. ويكفي أنها تعرف مجموعة من الأوراش الكبرى، تقريبا تنتكلم على ما يتجاوز 750 ورش، وضمن هذه 750 ورش يعني هناك أكثر من 15 مشروع صنف على أنه الأكبر والأضخم على مستوى القارة الإفريقية. كذلك فاش نتكلموا على مستقبل الأقاليم الجنوبية، هو مستقبل واعد لثلاث معايير أساسية أو ثلاث مدخلات أساسية. أولا الأقاليم الجنوبية كما قلنا هي عندها مدخل اقتصادي، تكلمنا على الاستثمارات الكبيرة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، ولكن كذلك يجب الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي والنمو التشغيل والنمو جذب الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية هو الأعلى مقارنة مع باقي الأقاليم المغربية. هذا المدخل الأول ومدخل مهم. عندنا المدخل الثاني وهو مدخل التنموي، وتنعرفوا بأن الأقاليم الجنوبية يعني تعتز بالثقافة الصحراوية أكيد والثقافة الحقوقية، إلى جانب الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المنطقة. والمدخل الثالث والأخير وهو المدخل الديمقراطية سيدي الفاضل، تنتكلم على الديمقراطية التمثيلية، هنا تنتكلم على مؤسسات منتخبة مختارة من قبل المواطنين. وبالمناسبة المشاركة السياسية في الأقاليم الجنوبية كانت هي الأعلى والأقوى في مقارنة مع باقي الأقاليم المغربية، وهي كذلك رسالة مهمة إلى جانب كذلك حتى الديمقراطية التشاركية. المجتمع المدني في الأقاليم الصحراوية هو مجتمع نشيط جدا، فبالتالي الأقاليم الصحراوية تعطينا فرصة حقيقية لتنمية يطمح إلى المغرب، ليس فقط على مستوى الأقاليم الجنوبية ولكن إن شاء الله على كل أرجاء التراب الوطني. الدكتورة خديجة والغازي، أستاذة القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كنت معنا مباشرة من فاس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.